ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بعد ما صورت الفلوج اللي فات بتاع اللهجات ومقارنه بين اللهجات المصريه واللهجه الجزائريه والمغربيه والتونسيه والحاجات دي كلها، كنت طالع من غير امي، فتقريبا نص الكومنتات كانوا قاعد يتكلموا انت ما طلعش مامتك معاك ليه؟ لو ما طلعش مامتك مش عارف مش هنعمل لايك على الفلوج والحاجات دي كلها. انا ما اعرفش اصلا الكرة بتاعت ماما ولا بتاعتي، فانا مش عارف. فالنهارده هنعمل فلوج مع ماما تاني، هو تقريبا هيبقى الاخير او قبل الاخير مع ماما قبل ما تنزل على مصر. هناخدك النهارده بقى ايه على اول محطه؟ هنروح على ناخد اول حاجه على القلعه بتاعت براج، اللي هي من اشهر الاماكن الموجوده في براج، ما ينفعش حد يجي ما يزورهاش. بعد كده في حاجات كنا عايزين نتكلم فيها في الفلوج ده، هتبقى تقريبا في نص فلوج او في اخر فلوج. فايه رايك في القلعه؟ احنا اصلا لسه ما دخلناش القلعه. بص، هو في البدايه كده يعني حاجه مذهله، يعني يعني مش عارفه اقول ايه، بس انا يعني لسه ما دخلناش جوه فعلا، بس المنظر من بره حاجه رائعه، حاجه رائعه فعلا. وبعدين احنا لسه يعني هندخل وهنشوف ايه الدنيا جوه، هناخد كام صوره، هنعرف ايه الوضع جوه ايه وايه الدنيا، وبعدين نحكي بعد كده نتكلم بعدين. هو اصلا الوضع اتغير عن زمان. احنا اخر مره جينا كنت انا مراتي تقريبا 10 سنين، كان شكلها مختلف خالص. دلوقتي تفتيش واحنا جايين ومش عارف ايه وبتاع، زي ما كنا داخلين مطار، ما اعرفش خايفين ايه يعني. على فكره يا جماعه، الناس كلها هنا عماله تتفرج علينا وتبص في احنا بنعمل ايه. فاهمين يعني الكاميرا شكلها كبير والمايك ده مخرج مثلا وكده، ودي ممثله ولا ايه، انا مش عارفه بصراحه. طيب فخلينا نخش جوه وبعدين نكمل اول نص جوه. طبعا انتوا مستغربين ان احنا كنا في القلعه ودلوقتي بقينا في مكان تاني خالص. عايز اقول لكم ان احنا كنا بنصور في القلعه من 4 ايام، المفروض الفلوج كان هيروح في اتجاه تاني خالص. احنا كنا بنكمل في القلعه، بس انت احكي لهم بقى القلعه عامل ايه واللي حصل. احنا فوجئنا بعياط وبصريخ وبتنطيط وبحاجات كده غريبه قوي، فما عرفناش نعمل اي حاجه خالص، بوظونا الفلوج. فاضطرينا ان احنا يعني ناخد جزء صغير قوي اللي هو المدخل بتاع الفلوج، بعد كده نكمل في مكان تاني خالص. طيب المهم احنا جينا دلوقتي قعدنا في مكان وهنتكلم. انت دلوقتي تقريبا بقالك شهر تقريبا في الانستغرام. ايه عايزك تقولي لي ايه هي المميزات يعني برايك انت او وجهه نظرك، المميزات والعروب والعروب غير العروب المميزات والعيوب المميزات والعيوب في اوروبا هنا والاختلاف بينها وبين مصر. يعني مثلا ابتدي مثلا بالمميزات هنا عن مصر، ايه مثلا اكتر حاجه عجبتك؟ اولا السلام عليكم لكل اللي بيشوفونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو محمد سالني سؤال، انا كان من اول 10 ايام كده او من اول يوم، عشان ما ابقاش كدابه، من اول يوم جيت فيه وانا لاحظت فعلا الفرق الكبير قوي اللي بين الاختلاف هنا وفي مصر. يعني انا اول ما هبدا، بس عشان ما حدش يفتكر اني بقول اي حاجه على مصر، مصر دي مصر فوق الكل، فوق الدنيا كلها. مصر دي طبعا بلد لا تقارن باي بلد تاني في حاجات كتيره قوي. الحمد لله عيط والله. فعايزه اقول لكم، انا اول ما جيت هنا بصراحه الاختلاف ما بين هنا ومصر، فاولا فاحنا هنقول الايجابيات. الايجابيات هنا اولا زي ما قلت لكم في اول مره، النظام هنا حاجه بصراحه فظيعه. يعني انت لوحدك ماشي بعربيتك، بتقف لوحدك. فانا يعني دايما بسال محمد انت وقفت ليه؟ يقول لي عشان يا ماما انا بقف 20 ثانيه او 30 ثانيه عشان لو حد معدي يعدي خلاص براحته. لو في حد صغير، بنت، ولد، ام، حد كبير مثلا ماشي يعدي براحته. لا في بقى عندك هنا امين شرطه واقف ولا حد يعمل كلاكس، ولا مثلا في ضابط واقف مرور ويمنع ويصفر، مفيش الكلام ده خالص. انت ضابط نفسك، انت امين نفسك، انت يعني اللي بتتحكم في كل حاجه. دي حاجه. طيب ايه تاني عجبك غير النظام؟ تاني حاجه اولا النظافه. انا شفت هنا نظافه بصراحه يا جماعه، يعني هي عموما في اوروبا كلها وامريكا بقى والغرب كله بصراحه. يعني مثلا احنا قاعدين في مكان بناكل، زي ما استلمت الترابيزه اللي انت هتاكل عليها بتسيبها لهم، انت استلمتها نظيفه جدا، بتاكل بتاخد بتروح تجيب اي اوردر انت عايزه. يعني في اماكن في مصر الناس بتعمل نفس الحوار يعني، بس برضه مش زي ما انا شفت هنا. يعني ممكن مختلف شويه بس ايه يعني انت جيت اخدت استلمت الترابيزه اللي انت هتاكل عليها. وهنا اصلا هنا كله نظام هيلب يور سيلف، ما بالظبط كده، انت استلمت الترابيزه نظيفه جدا، بنزينه بقى بتحط بنزين مش عارف ايه، كله مع نفسك، تعمل كل حاجه بنفسك. بتاخد الاكل، تاخد الصينيه بعد ما خلصت الاكل بتاعك وكده، بتشيل كل اللي عليها، بتشيل كل اللي على الصينيه، بتمسح الترابيزه، بتخليها زي الفل زي ما استلمتها، بتاخد الصينيه انت بتقوم بتحط الباقي كله في باسكت الحاجات اللي هي خلاص بقى اللي احنا هنرمي الحاجات اللي كناها وكده مش عايزينها. والصينيه بتبقى ممسوحه، بتمسحها بمنديل، بتبقى تخليها زي الفل، بتحطها مكانها. مش في الاكل بس، في الاكل، شرب، في
ايس كريم، اي حاجه فيها اكل وشرب، زي ما استلمت الحاجه نظيفه بترجعها لهم نظيفه. ليه اللي في اماكن بتغسل ايدك بالظبط كده جنبك هنا، اطفال ومايكروويف بالمول حنيف في مول عادي يعني بالظبط جنبك بعد ما تاكل، في هنا مكان في الصابون وفي المناديل وفي الميه كل حاجه. يعني انت عجبك ان قلنا النظام وعجبك النظافه جدا، والمواصلات مثلا هو مفيش زحمه، مفيش عارف خالص، مفيش زحمه خالص، مفيش حاجه اسمها بقى بيب 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 بي واللي قدامك وتعدي، مفيش الكلام ده. عشان في ناس على فكره بتقول لك ايه، انتوا بتخرجوا بره مصر وتقعدوا تتكلموا عن مصر ومش عارف ايه، عشان في ناس كده ايه بتكتب كومنتات غريبه فهي بتتكلم، يعني هي بتتكلم الحاجات اللي هي شايفاها، بحس ان هي قاعده في مصر. الاختلافات طبعا ولا هي قصدها ولا هي بتشتم في مصر ولا هي بتقول مصر، لا طبعا هي بتتكلم عن الحاجات اللي هي شافتها يعني مصر، يعني اللي هي شافتها ما شافتهاش مثلا في مصر او ما عاشتهاش في مصر. بالظبط انا بتكلم عن الحاجات اللي لقيتها هنا ما لقيتهاش هناك. تمام، طب ايه الحاجات بقى هنا اللي هي يعني بالنسبه لك حاجات سيئه او سلبيات عن الحاجات الموجوده في مصر؟ بالظبط عايز اقول لكم يا جماعه، على قد ما هنا في تكنولوجيا وفي تطور وفي تقدم وفي حضاره وفي كل حاجه، بس في حاجه وحشه قوي هنا اللي هي انك في حالك بتشرب حد خالص. دي مش وحشه قوي ولا حد بيدعو بيك نهائي، يعني مثلا في جار ساكن جنب محمد الباب في الباب، الحتتين يا جماعه ببعض كده يعني ما اعرفش اسمه ايه والله نهائي. مفيش بقى مثلا انت تعبت شويه بتخبط على جارك، مفيش الكلام ده. انت تعبت يبقى تروح اخر الدنيا بقى تطلب عربيه الاسعاف. انت عشان ما شفتيش برده، لا انت عشان ما شفتيش الحوار ده حصل قدامك، انت لو تعبت تلاقي حاجه انت بتوصل بالتليفون في مكانك الاسعاف بتجيلك خمس دقايق ماشي. لكن هو فعلا مفيش بقى جار بيجيلك، مفيش الجار يخبط عليك، مفيش. لا مفيش بقى هنا مثلا تنازع الجار جارك، مفيش زي عندنا في مصر يا ابو محمد شويه بصل مفيش الحاجات دي. المناجله معلش ابو مصطفى عامله ايه الكلام ده خالص هنا. هي بصراحه دي حاجه انا مفتقدها هنا في الشغل. احنا يعني بالنسبه لنا احنا مش انا عادي محمد اتعود عليها. لو انت عارف هنا الغريب لما انت تكون قاعده حد يخبط عليك من جيرانك، يعني ده بيبقى غريب. ده غريب عليك. ده حاجه مش انا قعدت 25 يوم هنا يا جماعه مفيش جرس باب رن على محمد، يعني محمد هو اللي بيرن الجرس وهو جاي من الشغل، بس غير كده ما سمعتش جرس باب رن نهائي. فدي الحاجه بصراحه الوحشه جدا. لانك مثلا محتاج لحد بالليل، محتاج لاي حاجه، ام قاعده يعني مثلا لوحديها معاها اطفال وكده، لو احتاجت اي حاجه مفيش جار تخبط عليه. عايز مثلا شويه ملح الكلام ده، لا ملح عشان السكر مفيش الكلام ده. عايز مثلا راس توم يا ام احمد مفيش الكلام ده خالص هنا. دي احلى حاجه عندنا في مصر فعلا، دي يعني يعني ان جارك قبل اخوك وقبل اهلك وقبل حاجه خالص. بقول لك جارك حصانك يعني ما اعرفش مثلا مثلا تاني اختار الجار قبل الدور. فدي حاجه فعلا عندنا في مصر انا مفتقداها جدا جدا جدا. ماشي، يكفي انا لو تعبانه مثلا وبخبط على جاري، او محمد مثلا لو معايا او ابني بتخبط على بيجي يلحقني او بتيجي تلحقني فورا. هنا مفيش الكلام ده خالص، مفيش حاجه اسمها جار يجي يخبط عليا. مفيش في العيد بقى كده طبق كحك وقريبه والكلام ده كله، مفيش عيد مفيش مثلا في رمضان يا سلام بقى، مفيش رمضان بقى، مفيش اي حاجه هنا بصراحه. لا مفيش. فدي الحاجه اللي وحشه قوي 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 هنا. ايه تاني غير الجار؟ انك بص يا جماعه بقى، انا برضو لحد النهارده هسال اي اتنين ماشيين مع بعض برضو هسال محمد علي دول مصاحبين ولا متجوزين، يعني تلاقي في المترو صح المعلومه مفيش حد متجوز عشان نخلص. يعني دي برضو حاجه هنا مش وحشه، دي حاجه فظيعه. مفيش حد متجوز طبعا، بس في بعض الناس دي حاجه حلوه. بعدين عجونه يعني ما اعرفش، ممكن تكون الصفه دي لبعض الناس حلوه قوي يعني. دي بقى كمان في حاجه هنا ايه، انك اي حد ماشي في الشارع بيعمل اي حاجه في اي وقت محدش يدعوه بيه نهائي. لا ماشي، انت بتتكلم دلوقتي ايجابيات ولا سلبيات؟ لا هي دي النقطه دي بالذات يا جماعه، من ضمن الايجابيات والسلبيات. لا يعني مثلا انا ممكن ماشيه في الشارع لابسه مثلا هوت شورت وكاب، محدش بيبص لي، اللي بيبص لي هو اللي يتحاكم. ماشيه في الشارع بولع سيجاره وعادي ماشي، محدش يدعو بيا. في حاجات هنا بتحصل يعني هنا يعني فري فوق الوصف يعني، بس برضو مش لطيفه قوي، مش حلوه قوي يعني. يعني مثلا يعني دي انت بالنسبه لك سلبيات؟ طبعا، اللي كل واحد بيعمل اي حاجه هو عايزها. بالظبط، مفيش رقابه، مفيش حد. بالظبط هي النقطه دي، مفيش رقابه خالص، رقابه على اي حاجه ايا كان الحاجه اللي بتتعمل هنا، مفيش رقابه عليها خالص. طبعا انتوا فاهميني، اي حاجه اي حاجه بمعنى اي حاجه مباحة. كل حاجه مباحه هنا فعلا. فدي طبعا في جانب ليها كويس يعني كل واحد في حاله، والجانب السيء طبعا انك يعني انا حر ما لم اضر، بس انت بتعمل كل حاجه يعني هنا كل حاجه مباحه، وده طبعا مش حلو قوي يعني. وفي حاجات تانية يا جماعه من ضمن السلبيات هنا اللي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، يعني ان هنا بعد الساعه 8 مفيش حياه. تاني بقى النايت لايف بقى، يعني ايه النايت لايف؟ انت ما شفتش النايت لايف؟ لا مش هتشوفيه اصلا، مش عايز اشوف لان انا مش هسمح لنفسي ابقى
ينفعش فيه اصلا. لا 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 هنا بعد الساعه 8 خلاص ما فيش حياه. تفهم. محلات تقفل. ايه تاني؟ خلاص اه مواصلات. لا لا يعني في بقى نايت بقى ده بالليل بقى ده بقى للناس اللي هي بقى بالليل بتسهر الديسكو والنايت كلاب والكلام ده كله. دي المباحه بعد الساعه 10. لكن غير كده ما فيش حاجه مباحه. يعني بعد الساعه 8 خلاص الدنيا قفلت عندنا خلاص. بعد الساعه 8 كانها الساعه 2 بالليل عندنا في الشتاء. تخيلوا ايه رايك في الجو دلوقتي احنا فيه؟ الجو كبرد يعني برد ولا حر ولا؟ هو صراحه الجو حلو يعني مش برد قوي ومش حر قوي. يعني انت مثلا تدخل مكان مقفول زي ده ممكن مثلا لو لابس جاكيت سويت شيرت لابس اي حاجه بتقلعه. بره في الشوارع ممكن تبقى الدنيا بتمطر لكن هنا في الاماكن المقفوله فظيعه. هو الجو غريب يعني الاماكن اللي هي زي كده مثلا الجو حلو قوي فيها. مجرد انك تنزل وتخرج على الباب بتبتدي تلبس بقى الجاكيت بتاعك سويت شيرت البالطو ايا كان. طيب بعد ما خلصنا بقى الايجابيات والسلبيات من وجهه نظرك يعني لو انت هتختاري تعيشي في مصر زي ما انت ولا تعيشي في اوروبا تختاري فين وليه؟ صراحه صراحة يعني ومحدش يزعل مني صراحة اختار مصر طبعا. مصر ام الدنيا والله. يا مصر مصر مفيش يعني يعني فيها حاجات كتيرة قوي سلبيات بس مصر يا مصر يعني. بس مصر كفاية ان هي ذكرت في القرآن. مصر فعلا يتعاش فيها. كفاية ان مصر 24 ساعة متواصل المحلات موجودة الاكل موجود المواصلات موجودة الجار موجود كل حاجة موجودة في مصر. بس مصر ينقصها يعني النظام النظافة الحرية بس الحرية الصحية. سلام. ودي هتبقى نهاية الفلوج بالثلاث كلمات اللي هو قالتهم ونشوفكم. انا مش عارف لسه يعني ماما ماشية كمان خمس ايام تقريبا مش عارف اذا كنا نحن نصور فلوج او فلوجين كمان بعد الفلوج ده ولا لا مش ماما مش عارف هنشوف يعني. بس نهاية الفلوج دوت المفروض احنا الفلوج ده كنا هننزله يوم الجمعة بس عشان احنا اصلا ما كملناش الفلوج الاسبوع اللي فات بسبب مريم ويوسف فاضطرينا نكمل الفلوج اللي هو النهاردة الجمعة. فتقريبا انت هتشوف الفلوج ده يا السبت يا الحد مش عارف يعني. فاتفرجوا على البلوج وقولوا لنا رايكم في الكومنتات يعني من غير برده ما حد يخش يقول لك انتوا مش عارف تطلعوا مصر وتتكلموا عن مصر انتوا مش عارف بتعملوا ايه يعني مصر مش عارف هو في ناس كده بتكتب كومنتات غريبه ملهاش اي معنى. بحط برده رايك مش مشكله انا ما بمسحش كومنتات حد طالما ما فيهوش اي اساءه ولا اي حاجه بسيب بقرا كل الكومنتات. هم نفس الحكايه اصلا ماسكه التليفون 24 ساعه بقرا الكومنتات. فحط كومنت واعمل لايك للبلوج وسبسكرايب ولو عامل سبسكرايب اتاكد انك مشغل الجرس وعامل اول عشان يوصلك نوتيفيكيشن لما البلوجات الجديده تنزل. واشوفكم ان شاء الله البلوج الجاي. السلام عليكم.